السلام عليكم. المملكة العربية السعودية وضعت إسرائيل تحت ضغط كبير للغاية عبر تحرك مؤثر وفعال باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التفاصيل كانت قد نشرت يوم أمس من قبل موقع أكسيوس الأمريكي بهذا الشكل، وأكدت التفاصيل القادمة من هذا الموقع بأن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الأيام القادمة نهاية هذا الأسبوع تحديدا سيكون بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط وسيزور المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك سيذهب إلى إسرائيل. والتفاصيل تحدثت بأن الحكومة الأمريكية اتفقت مع إسرائيل مبدئيا بإيقاف أي توسيع للعمليات العسكرية الجارية في رفح قبل وصول جيك سوليفان. لا يريدون أي توسع للحرب قبل وصول جيك سوليفان، لأن جيك سوليفان سيصل إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن تحقيق تقدم كبير في صفقة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكذلك بين إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن المملكة العربية السعودية فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية وفاجأت كذلك إسرائيل برسالة عبر بريت ماجورج، وهو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أبلغوه ببساطة أن استمرت إسرائيل باجتياحها لمدينة رفح، فهذا سيعيق كل هذه الفكرة، فكرة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بين السعودية وبين إسرائيل. وهذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن من معارضة لاجتياح بنيامين نتنياهو لرفح، تحديدا رفح ركز عليها بايدن وعارضها بشكل كبير لأسباب إنسانية. وكذلك يبدو بأن الأسباب واضحة أمامنا، هي مسألة الشروط السعودية في هذه المسألة التي دفعته لوضع ضغوط واضحة على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو، وحتى أنه أوقف إرسال الأسلحة لأن هذه الاتفاقية تحديدا المهددة بالانهيار كما تحدثت السعودية ونقلتها طبعا موقع أكسيوس الأمريكي. هي مسألة مهمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو في الانتخابات، مسألة مهمة ليس فقط لبنيامين نتنياهو وإنما لبايدن تحديدا في الانتخابات الأمريكية القادمة التي لم يتبقى عليها إلا 6 أشهر، وهو سيكون بمواجهة من؟ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، الرجل الذي تمكن من تحقيق علاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وكذلك مملكة البحرين وإسرائيل خلال فترته الرئاسية. لم تكن هنالك أي حروب في المنطقة، بينما العكس بالنسبة لجو بايدن، الحروب أصبحت في كل مكان، المنطقة دخلت في حرب إقليمية، لا اتفاق نووي مع إيران، وكذلك لم يحقق أي اتفاق للسلام لإسرائيل في المنطقة العربية، بل بالعكس بدأت هذه الاتفاقيات تنهار. وعلى هذا الأساس يبدو بأن بايدن اندفع بهذا الاتجاه بسبب هذه الضغوط القادمة من المملكة العربية السعودية. ليس هذا فحسب، بل أن موقع أكسيوس أيضا أكد بأن هنالك عددا من الدول العربية كانت قد أبلغت أيضا بريت ماجورج بأن إسرائيل إن استمرت باجتياح مدينة رفح واجتاحتها بالكامل، فهذا الأمر سيقوض كل عمليات التعاون الأمنية والإقليمية بين الدول العربية وإسرائيل ضد إيران. وهذه مسألة أيضا تضع إسرائيل في وضع حقيقي بأن إسرائيل ستخسر كل شيء في حالة استمرت في اجتياح رفح. وهنا طبعا واضح جدا أن المملكة العربية السعودية تبحث عن إيقاف الحرب في قطاع غزة، إيقاف سفك الدماء الفلسطينية بشكل يومي، بالإضافة إلى إنهاء حالة الحرب الإقليمية في هذه المنطقة، استقرار أمني، تبحث عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذلك أيضا أن السعودية تبحث عن إعادة أيضا الملاحة الدولية في العالم بعد كل التصعيد الذي شهدناه من جماعة الحوثي من هجمات باتجاه البحر المتوسط والبحر الأحمر. وبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية. كذلك هي أعطت الفرصة لبنيامين نتنياهو لتحقيق اتفاق تاريخي مع المملكة العربية السعودية سينهي بنسبة كبيرة الحرب أو الصراع العربي الإسرائيلي الذي يمتد إلى سنين طوال. كذلك أنه سيكسب بنيامين نتنياهو فرصة للضغط على إيران وتعاون أكبر من الدول العربية إن توقف عن مهاجمة رفح، خاصة وأن إيران الآن تغير وضعها عن السنوات الماضية. الآن هي تقدمت كثيرا نوويا وأصبحت على بعد قرار للوصول إلى القنبلة النووية. وخلال الشهرين الماضيين شهدنا إيران وهي تهاجم العمق الإسرائيلي بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وضربت بالصواريخ 5 إلى 6 مواقع في الداخل الإسرائيلي في قاعدة نيفاتم القريبة من مفاعل ديمونة، وهذا أعطى رسالة
كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وواحدة من الصواريخ التي استخدمت كان صاروخ شهاب ثلاثة. وصاروخ شهاب ثلاثة تحديدا الذي استخدم بهذا الهجوم سبق لإسرائيل وأن ضبطت في عام 2018 الأرشيف النووي الإيراني بعملية كبيرة من قبل الموساد الإسرائيلي، ووجدوا في إحدى صفحات هذا الأرشيف بأن إيران تعمل على تطوير وضع رأس حربي نووي على صاروخ شهاب ثلاثة. بالتالي يبدو بأن إيران وكأنها تجرب هذا الصاروخ في استهداف النووي على إسرائيل، وأين؟ بالقرب من مفاعل ديمونة، وهذا يعني تطور هائل للغاية. وبالتالي المكاسب الاستراتيجية لبنيامين نتنياهو إن قبل بهذه الاتفاقية وهذه الصفقة ستكون كبيرة للغاية. لكن المشكلة أن موقع أكسيوس أكد بأن نتنياهو حتى هذه اللحظة غير مقتنع نهائيا بهذه الفكرة وبإنهاء الحرب في رفح، بل هو ماض في عملية اقتحام مدينة رفح ويريد السيطرة عليها. وهذا قد يعود للعديد من الأسباب. أولا أن عدم اقتحامه لرفح سيبقي حركة حماس موجودة في قطاع غزة، لم تنتهي عملية طوفان الأقصى، ستبدو كعملية ناجحة، ستبدو إسرائيل وكأنها تعرضت إلى ضربة خطيرة للغاية، وكذلك إيران ممكن أن تعلن انتصارها في نهاية المطاف. وأيضا الفصائل الموجودة من حزب الله، الفصائل في سوريا، في العراق، جماعة الحوثي ستكون مستعدة بشكل أكبر وتتحصل على حرب أو نصر استراتيجي على إسرائيل في الصراعات المستقبلية ضد إسرائيل. أيضا هو وضعه السياسي صعب للغاية في الداخل، معارضيه مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت قال كان علينا أن نتقدم إلى رفح منذ البداية، وكان خطأ من نتنياهو أن ينتظر حتى تعرضنا لكل هذه الضغوط، والآن نحن نواجه الكثير من المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك على مستوى الميداني أيضا الأمر يوضح أن الجيش الإسرائيلي لا رغبة له أبدا بالانسحاب من رفح ومدينة وقطاع غزة، ولكن رفح تحديدا، خاصة إذا ما نظرنا إلى آخر التحديثات القادمة من غزة وور يونت تراكر. تلاحظ أن إسرائيل تقدمت بكل هذه المسافة باتجاه رفح، وتلاحظ أنها سيطرت بشكل واضح على شارع صلاح الدين، وتقدمت باتجاه ثلاث أحياء الجنينة، السلام، وكذلك باتجاه حي البرازيل، وأخذت نسبة كبيرة أيضا من شارع العروبة، مسافات كبيرة تقدمت بها إسرائيل. هنالك تكلفة ميدانية عالية بالنسبة لإسرائيل في مثل هذا التقدم. كذلك أنها بدأت تعبد الطرق الاستراتيجية للإمداد اللوجستي للجيش الإسرائيلي للذهاب بشكل أعمق في الداخل وفي داخل رفح، مما أيضا يعطي مؤشرا أن إسرائيل لا رغبة لها في الانسحاب. وتلاحظ هنا واحدة من الطرق، جاءت تحديثات خاصة من القمر الصناعي يوم أمس توضح أن هنالك طريقة للإمداد اللوجستي عسكري جديد ظهر هنا في هذه النقطة من معبر كرم شالوم أو كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح. وتلاحظ هنا في 9 مايو شكل المنطقة كان بهذا الشكل، وستلاحظ فجأة بأنك أمام طريق سيظهر تقريبا هنا كما تلاحظون. ولاحظ أن في 14 مايو كيف أن هذا الطريق قد ظهر، هذا هو الطريق طبعا الذي نشير له تحديدا، ولاحظ كيف أنه يمتد بهذا الاتجاه. إذن الوضع في 9 مايو كان بهذا الشكل، وها هو 14 مايو، وهذا كله للإمداد العسكري والإمداد اللوجستي لإدامة وجود القوات الإسرائيلية في عمق رفح، بل للمضي قدما في عملياتهم في معبر فيلادلفيا وغيرها من المناطق التي تبحث من الوصول إليها. كذلك أيضا في نفس الوقت أن الجيش الإسرائيلي عندما بدأ بعملياته في رفح، الفرقة 162 هي التي بدأت بالعملية ودفعت بلواء مدرع وكذلك بلواء مشاة، وكان من المفترض لواء نحال وهو لواء مشاة إسرائيلي كان من المفترض أن يشترك بهذه العملية وأن ينضم لهذين اللواءين، ولكن فجأة الفصائل الفلسطينية مع المقاومة الكبيرة التي تبديها في رفح فجأة ظهرت الفصائل الفلسطينية تقاتل في الزيتون وكذلك في جباليا في شمال قطاع غزة، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي أن يؤجل عملية دخول لواء نحال وذهب مباشرة ليدخل إلى لواء الزيتون ليشتبك مباشرة مع الفصائل الفلسطينية. واليوم وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت بأن هذا اللواء نجح في تطهير الزيتون وانسحب من هذه المنطقة. ومرة أخرى غازا وور يونت تراكر تحدث بأن لواء نحال التابع
للفرقة. 162 من المفترض أن يدخل قريبا إلى هذه المنطقة إلى رفح. بالتالي كل المؤشرات توضح أن الجيش الإسرائيلي ذاهب بالتعمق في مدينة رفح ولن يخضع لأي ضغوط ممكن أن يتعرض لها، وخاصة أن أيضا إسرائيل لديها مشكلة في البقاء في هذه المناطق والقبول بهذه الاتفاقيات، على سبيل المثال زيارة جيك سوليفان، لا يوسعون العمليات وغيرها. الأمر أيضا مكلف من الفصائل الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية لا تترك فرصة إلا وتستغلها ضد الآليات الإسرائيلية. على سبيل المثال هذه عملية لمقاتلين من الفصائل الفلسطينية التابعين لحركة حماس، ويظهرون من النفق بهذا الشكل وهو يحمل عبوة شواظ التي ترونها هنا، وظهر فجأة أمام هذه الدبابات ومعه مقاتل آخر هنا، والهدف كان عبارة عن دبابة ومدرعة من 3 آليات إسرائيلية، وبعدها وضع هذه العبوة التي هي وضعها بشكل قريب من هذه الآلية، وطبيعة عملها أنها تنفجر وتستطيع من اختراق الآلية على مسافة ما يقارب 60 إلى 65 سنتيمترا، أي هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل الآلية وقتل وجرح من يتواجدون فيها. وكذلك ظهر مقاتل ثالث أيضا يحمل قذيفة الياسين 105 ويستهدف دبابة هنا، وتمكنوا من ضرب كل هذه الآليات وجرحى وقتلى بين الإسرائيليين، وظهرت إحدى المروحيات أيضا وهي تحمل الجرحى والقتلى الإسرائيليين من هذه النقطة. إذا ما حاولنا أن نتعرف على هذه المنطقة تحديدا لكي نرى ما الذي تفعله هنا الفصائل الفلسطينية من طبيعة استنزاف للقوات الإسرائيلية، ستلاحظ هنا ببساطة بأننا أمام مساحة مفتوحة، نلاحظ المبنى الأول الثاني الثالث، هذا المبنى يبدو نوعا ما أقرب من المبنى الثاني الذي نراه هنا، وتلاحظ أن هنالك نوع من القبب أو النقاط المرتفعة بالقرميد هنا باللون الأسود أو الرمادي، وهنا باللون الأحمر كما نلاحظ واضحة وبارزة من خلال هذه المباني. والمبنى الثالث يظهر لنا هو كان المبنى الأول في هذا المقطع، وتلاحظ بأنه مميز لوحده هذا المبنى، لا مباني لا من الشمال ولا من اليمين على الأقل من الزاوية التي تصور. وبالتالي إذا ما أخذنا صورة القمر الصناعي ونقترب من مناطق الصراع باتجاه حي الجنينة في هذه المناطق، ستلاحظ أن الصورة تتطابق تماما مع هذه النقطة التي نقترب منها لنتجه إلى الشمال ونقترب قليلا من الأرض، وستجد بالضبط بأننا أمام نفس هذه العلامات التي ذكرناها. تلاحظ هذا المبنى الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وهذا هو القرميد الواضح طبعا لهذه المباني، وتلاحظ هذا هو الأقرب هذا هو الأبعد، المبنى بالخلف لم يكن واضحا لأنه كان على خط واحد من نقطة التصوير، مساحة مفتوحة، وهذا هو المبنى الذي رأيناه طبعا قبل قليل، وهو لوحده طبعا لا مبنى يمين ولا مبنى إلى الشمال. وبالتالي هذا يؤكد فعلا أن هذه العملية قد تمت من هنا، وتقريبا فتحة النفق كانت موجودة هنا، والمنظر كان ببساطة بأننا كنا أمام 3 دبابات أو مدرعات موجودة بهذا الاتجاه، 3 أخرى أيضا بهذه المنطقة تقريبا، والمقاتلين الفلسطينيين كانوا قد ظهروا فجأة من نقطة تجمع، من ثكنة تجمع للجيش الإسرائيلي في داخل مدينة رفح، ظهروا 3 منهم وتوغلوا بهذه العبوات التي تحدثنا عنها، ودمروا طبعا آليتين مع آلية ثالثة مع جرحى وقتلى. بالتالي العملية ناجحة، وبعد ذلك قاموا بالانسحاب من هذا النفق بهذا الطريق. وعادة الفصائل الفلسطينية عندما تنفذ مثل هذه العملية تدمر فتحات الأنفاق، وبالتالي لا تعطي فرصة للجيش الإسرائيلي ليعلم ما الذي يجري في الداخل أو يخترقها عبر الروبوتات وغيرها. وبالتالي هي خطة استنزاف ليست بالعادية من هذه الفصائل الفلسطينية. بالتالي تلاحظ أيضا عملية الانسحاب هي تذهب باتجاه مناطق مكتظة بالمباني كما تلاحظون، تصبح أزقة وحارات ضيقة للغاية، ممكن أن يكون فيها استنزاف أكبر للقوات الإسرائيلية. بالتالي القوات الإسرائيلية أن تنتظر يوم أو يومين أو 3 لأمور دبلوماسية أيضا هي مسألة تضع علامة استفهام، كم ستتحمل إسرائيل من طبيعة هذا الضغط إذا استمرت بالقبول بالضغوط إن كانت أمريكية وإن كانت غيرها. وهذه مسألة طبعا أيضا يجب أن ننتبه أن إسرائيل أيضا متشجعة في عملية التقدم بشكل أكبر ومواجهة جو بايدن بسبب الحزب الجمهوري وحتى نصف الديمقراطيين تقريبا معهم. على سبيل المثال واشنطن فري بيكن تحدثت في 24 ساعة الماضية أن توم كوتن وهو سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنزا، هذا الرجل
قام بتقديم تشريع أو مشروع قرار جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا مشروع القرار هذه الصفحة الأولى له، وهو من 8 صفحات. هذا القرار يدعم إسرائيل بشكل كبير. القرار بشكل عام إن تم التصويت عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ فهو سيمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من إعاقة أي أسلحة تذهب إلى إسرائيل، وهو مجبر على إرسال الأسلحة التي أوقف إرسالها لإسرائيل أن يرسلها الآن، وأن لا يتوقف وأن لا يقوم بمثل هذه المسائل لا خلال عام 2024 ولا 2025 إن بقي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. وكذلك أيضا هذا القرار إن أقر فإنه سيعمل على عملية قطع راتب أي مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كانوا في البنتاغون أو وزارة الخارجية الأمريكية، ممن يبذلون جهدا في عدم إيصال الأسلحة الأمريكية المقررة إلى إسرائيل. قرار كبير وخطير، قرار مماثل أيضا، ومشروع قرار أيضا قد طرح من قبل جمهوريين آخرين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. دائما وأبدا الأسئلة تذهب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن يتوقع لمثل هذه المشاريع أن تمر في الكونغرس الأمريكي لسبب بسيط. نحن نتحدث عن إسرائيل، عن أهم حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وليس من المعقول أن يمر قرارا لمساعدة أوكرانيا وفي نهاية المطاف أن يكون هنالك قرارا لا يمر لمساعدة إسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي. سيكون أشبه بوصمة عار على الولايات المتحدة بالنسبة للسياسيين الأمريكيين، هكذا ينظر لهذه الأمور. وبسبب هذه الضغوط الول ستريت جورنال كشفت بشكل مثير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطر الكونغرس الأمريكي بأنه سيقرر حزمة من الأسلحة لإسرائيل بقيمة $1 مليار، شيء ما قد تغير بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ويبدو أنه تعرض إلى ضغوط كبيرة، ولكن لا زال راغبا بالاتفاق بين السعودية وبين إسرائيل. ضغط سعودي قد يضع حسابات جديدة بالنسبة لبنيامين نتنياهو في منطقة الشرق الأوسط.